بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن يكون الصوت مسموع والصورة طالعة، وإذا في حدا سامعني يعني يبعث لي إشارة صوتية. الصوت واضح، الصورة لا واضحة. سيريال آدم، سيريا الآدر. أوكي، نحن اليوم راح إن شاء الله نكمل في شابتر 6. شابتر 6 ابتدأناه في محاضرة حرة، الأصل إنكم شفتوها، وضعت لكم رابطها على الرسالة، ووضعتها أيضا على قناتي سمر جولاي 2022، وهي آخر محاضرة موجودة في القائمة تبعت السمر. فأرجو من الجميع إذا ما حضرهاش إنه يحضرها. اليوم راح نكمل في نفس الموضوع، وراح نبدأ من مطرح ما وقفنا. أنا مشكلتي بالطلاب اللي ما بيقدر يخش مباشرة. طيب، so serial adder using registers راح يكون هو الموضوع الأول في محاضرة اليوم، كيف نستخدم registers عشان نعمل serial adder. so الهدف منه طبعا أن نخفف من الهاردوير قدر الإمكان، لكن في الواقع يعني بعضكم راح يحتج على هذا الموضوع لأنه راح يقول لي لا ما خففناش. No worries about propagation time delays، راح نشوف ليش. Is it really high clock speed؟ This is debatable، يعني خاضع للجدل. Can have any number of bits used to be more common. في السابق طبعا هذا كان أكثر يعني استخداما، لسبب أنه كانت البدايات عهد الكمبيوتر وعهد الإلكترونيك سيركت والآي سيز، وكان من الصعب أنك تيجي يعني تبني هاردوير كبير من ريجسترز مكون من مجموعة كبيرة من مثلا تعمل باريل آدر من 8 آدرز مثلا أو من 16 آدرز. في حل المسألة نستخدم سينجل فول ادر مع تو ريجسترز تو ستور ذا داتا اللي بدنا نجمعها مع بعض، وبالتالي بكون في عندي انا دائره ابسط شويه من ناحيه العمل ومن ناحيه الهاردوير. بدل ما اجي اجيب 16 بت ادر مثلا، بجيب سينجل فول ادر مع تو 16 بت ريجسترز مثل ما راح نشوف بالصوره بعد شويه. طبعا راح نستخدم فليب فلوب تو ستور ذا كاري، وبدنا دائرة تعطيني الكلوك. هذه الدائرة اللي هي بنسميها احنا سيريال ادر. خلينا نشوف كيف بتشتغل. لما احنا بنجمع رقمين مثلا، افرض انت بدك تجمع 1011 زائد 0101 مثلا، 11 زائد 50، انت فعليا ممكن تدخل هذولا على 4 بت بارلل ادر وتجمعهم مع بعضهم، دخل كاري هون زيرو، والنتيجة بتكون طالع على الصمس وعلى الكاري اللي في النهاية. هذا أحد الحلول، أني أجو أستخدم 4 بت بارلل آدر. الحل الآخر أني أقول لا، خليني أنا بدل ما أجيب 4 بت بارلل آدر أجيب فل آدر واحد، وهذا الفل آدر راح استخدمه عشان يجمع المراحل المختلفة من 2 بتس. مثلا هذولا خلينا نسمي الرقم الأول، افرض انه A3 A2 A1 A0، وبدي اجمعه مع B3 B2 B1 B0، حيث هذولا هم البتس تبعات الرقمين. عادة إحنا أول ما بنجمع مين بنجمع أول إشي؟ بنجمع الـ A نوت مع الـ B نوت، وبنفترض إنه الكاري اللي داخلي عليها زيرو. So if I want to use a full adder initially لازم يكون داخل عندي الـ A نوت مع الـ B نوت، والكاري اللي بدي يكون مخزنها هون بتكون initially zero. عشان هيك في عندي asynchronous clear عشان to initialize the flip flop with a carry of zero. واضح يا شباب؟ واضح. هلو، واضح اللي بحكيه؟
نعم نعم طيب الآن هذا الفول آدر راح يطلع لي النتيجة، نتيجة الجمع راح تكون جاهزة عند هون، فالاس زيرو هون أول صم راح يكون جاهز من رؤيته لا الاي نوت والبي نوت. طبعا أنا في عندي اي نوت واي وان واي تو واي ثري راح تكون موجودة في داخل هذا الريجستر، ريجستر A، وريجستر B راح يكون فيه البي 3 والبي 2 والبي 1 والبي 0. الآن إيش اللي بنسويه؟ إحنا بنقول له اجمع لي أول إيش الA نوت والB نوت، راح يكون نطلع لي حاصل جمع على الS نوت والكري اللي طالعة من هون، كري راح تكون داخلي كإنبوت هون داخلي على الD فليب فلوب. فلما نعطي بلس الكري اللي طلعت من هون راح تتخزن على الفليب فلوب اللي هون، والنتيجة هذه راح تتخزن جوا هذا الريجستر اللي هو عبارة عن سيريال ريجستر، فهذا سيريال انبوت، فأنا راح أعطيها بلس عشان تعمل شيفت. فنتيجة الجمع هذه S0 راح تحل محل الاس الA3، والA3 راح يصير محلها هون، والA2 راح يصير محله هون، والA1 راح يصير محله هون. وبنفس الوقت بنكون عملنا كمان شيفت لهذا، فهذا راح يصير B1 وهذا راح يصير B2 وهذا راح يصير B3 وهذا راح يصير السيريال انبوت اللي حاطه هون. ممكن اكون حاطه زيرو مثلا، ممكن اكون مرجع هذا باك هون بحيث انه بعد اربع كلوك سايكلز هذا الريجستر يعيد محتوى السابق. الان بعد سنجل كلوك سايكل راح نشوف انه الA1 والB1 صاروا هم الانبوت للفول ادر، فانا بستخدم نفس الفول ادر، يعني الادر اللي جمع لي هذول راح يجمع لي الثنتين هذول. فانا عملت شيفت وصار عندي هون الA1 مع الB1 بالاضافه للكري اللي طلعت من نتيجه الكاري اللي طلعت من نتيجه جمع الاي نوت مع البي نوت، فصاروا جاهزين كانبوت للفول ادر، وهذا صار نطلع لي الان الاس 1 مع الكاري الثاني. واضح؟ الو دكتور واضح. اذا اول كاري قلنا عنها بنحطها زيرو اللي هي سي نوت عاده، الكاري الأولى خزناها بالفليب فلوب اللي هي سميناها C1، الكاري الثانية راح تتخزن بالفليب فلوب اللي هي C2. فلما بعطي بلس ثانية برد بعمل شيفت، والاس الآن اللي طالع عندي هذا طبعا عندي الاس 0، سوري أنا حطيت الاس 1 هو الاس 0 في الواقع هو الاس 0، فراح ينعمل شيفت ويدخل عندي الآن الاس 1. طبعا الـ S0 راح ينعمل له شيفت، وبعدين راح يظل عندي الـ A3 والـ A2. طبعا واحد بيقول لي وين راحت الـ A1 والـ A0؟ طارن، ما بظل لهنش وجود لأنهم استبدلوا مكانهم بداتا جديدة. لما أنت بتيجي على فليب فلوب وبتحط عليها داتا على الـ D تبعها هون وحطيت 0 وكان على الـ Q تبعها 1، راح يتخزن هذا الـ 0 هون والواحد هذا بطير، خلاص ما لهوش مكان. أوكي يا شباب؟ هلا واضح واضح اوكي. اذا بعد اربع كلوك سايكلز راح نكون جمعنا الاربع بت هذول بالتوالي على التوالي، يعني جمعنا اول شيء الاي نوت مع البي نوت، ثم الاي 1 مع البي 1، ثم الاي 2 مع البي 2. طبعا كل مره الكاري اللي بتطلع من مرحله سابقه بتتخزن على الفليب فلوب عشان تدخل للمرحله اللاحقه، وهكذا بعد اربع كلوك سايكلز النتيجه بتكون موجوده هون. وين كمان بتكون موجوده؟ هون، لأن الكاري الأخيرة هي جزء من النتيجة. مزبوط؟ هلو مزبوط. إذن هيك بنكون عملنا عملية الجمع بأقل هاردوير ممكن. قد يعني يعارض البعض بيقول الفور بت بارلل آدر يمكن يكون من ناحية اقتصادية أفضل من الدائرة هاي كلياتها. إحنا هنا يعني قاعدين بنحط
الاحتمالات الممكنه، بجوز ما يتوفرش عندك 4 بت برايل ادر، بجوز انت بدك تجمع 8 بت او 16 بت. مهما كان عدد البتس، ممكن يكون عندك 32 بتس او 64 بتس في سنجل فول ادر بيقدر يعمل عمليه. لكن شو الكوست تبعنا؟ الكوست في الواقع هو في الزمن اللازم، عدد الكلوك سايكلز اللازمه لعمليه الجمع في الحاله هاي هي تساوي عدد البتس في اي واحد من الريجسترز اللي هون او في الريجستر الاعلى يعني. فاحنا عاده بنستخدم تو ريجسترز اوف ذا سيم سايز، فاذا كان 4 بت راح نحتاج 4 كلوك سايكلز، واذا كان 8 بت راح نحتاج 8 كلوك سايكلز بالضبط، ما بصيرش يزيد ولا بصير ينقص. فاذا بدي اجمع انا 1011 زائد عفوا زائد 0110، فانا في الواقع لازم اجمع هذول في الاول ثم هذول ثم هذول ثم هذول، ما بصير اجمع اقل ولا بصير اجمع ازيد. لذلك لابد انه يدخل عندي هنا 4 كلوك سايكلز بالضبط. كيف نقوم بهذا الامر؟ في الواقع عن طريق ما يسمى الشيفت كنترول. الشيفت كنترول بتكون عباره عن سيجنال ذات از ايكوال تو 1 4 كلوك سايكلز، والكلوك تبعتنا مستمرة طبعا الكلوك. فلما تعمل اندنج انت ما بين الشيفت كنترول وما بين الكلوك اللي هي مستمرة، راح يطلع عندك من هنا فقط 4 كلوك سايكلز، لانه في الوقت اللي بكون فيها الشيفت كنترول زيرو كل الكلوكس بتكون زيروز، ومن هنا راح تكون زيروز فقط الجزء هذا اللي راح يظهر على الفليب فلوبس اللي هون، وبالتالي ستجري العملية فقط 4 مرات. طبعا الكلوك مثل ما انتم شايفين داخلي على الشيفت ريجستر وداخلي ايضا على الفلوب، كلهم سينكرونايز وذ ذا سيم كلوك. ان شاء الله الامور تكون وضحت يا شباب. الو واضحه واضحه. طيب طبعا احنا اخذنا في شابتر 5 كيف نصمم الدوائر المتعاقبه، ممكن نطبق هذا المبدا على الدائره السابقه ونستخدم معلوماتنا في شابتر 5 لنصمم دائره السيريال ادر مثل ما راح نشوف في المثال التالي. هنا انا بعتبر الفليب فلوب تبعتي اللي هي ذا ستيت الكيو، وبعتبر الانبوتس اكس وواي اللي هم التو بتس اللي بدي اجمعهم، اوكي. والآن بحط النكس ستيت تبعي وبحط شو الصم لازم يطلع عندي. فالنكس ستيت راح تكون الكاري اوتبوت والصم، والاوتبوت هو الصم. فهنا انا عندي كاري انبوت الكيو محتوى الفليب فلوب، وهنا التو بيتس اللي جاياتني من الريجسترز. فالاكس والواي يا اخوان هم التو بيتس اللي راح يجوني من الريجستر الاول ومن الريجستر الثاني، هذول هم الاكس والواي. هذول راح طبعا يخشوا على دائره سيكونشال سيركت، وهاي السيكونشال سيركت راح يكون فيها فليب فلوب، وبالتالي راح يكون فيها سنجل ستيت، راح يكون فيها سنجل فليب فلوب عشان تخزن يعني عشان نستخدمها فور ذكري. طيب كيف بنصمم الدائره؟ بنقول اوكي انا دائرتي دائره جمع، فلو كانوا التو انبوتس اللي داخلين عندي 0 0 وكان الكاري اللي داخل، طبعا هذا الكاري بده يكون راجع يعني كانبوت للدائره تبعتي من الميموري اليمنت، فهذا الكاري اذا كان زيرو حاصل جمع بكون زيرو والكاري اوتبوت بكون زيرو، مزبوط؟ مزبوط. طيب الان احنا يعني راح نستخدم دي تايب فليب فلوب او نستخدم جي كي، هسه بنشوف شو المؤلف استخدم. فانت بتعمل لجميع الستيت 0 0 1، انت قاعد تجمع صفر زائد صفر زائد واحد، فحاصل جمع راح يكون واحد والكاري اوت راح يكون زيرو. 010 برضه الصم واحد والكاري زيرو. هاي في الواقع يعني شبيهه بدائره الفل ادر اللي اخذناها في شابتر 4 لما كنا مدخلين الانبوت سميناهم اكس واي زد، يعني هاي كانت الكاري انبوت او الزد، وكان في عندي الصم وكان في عندي كاري اوت، كان اسمهم صم وكاري، وكان عندهم هذا اسمهم اكس واي زد. مزبوط يا شباب؟ تذكروها دائرة الفول آدر. بس الآن نتعامل معها كستيت ماشين، نتعامل معها كسيكوينشال سيركت. بعد ما نصمم الآن
بنقول شو لازم يكون الانبوت على الفليب فلوبس. ممكن استخدم انا جي كي، ممكن استخدم دي، نشوف المؤلف شو استخدم. المؤلف هنا استخدم جي كي فليب فلوب عشان اصعب واحده، وحتى يعني تكون الدائره في النهايه ابسط شيء. يعني عاده اذا استخدمنا جي كي الاند ريزلت بتكون افضل شيء. الان احنا بنعرف اذا بدي اروح من زيرو الى زيرو، هذا اما بكون نو تشينج او بكون كلير. يعني يا بحط 0 0 يا بحط 0 1. فمعروف انه الجي كي الجي لازم تكون صفر، اما الكي مش مهمه، عشان هيك بنحط هنا 0 دونت كير. واضح؟ بس تذكير، احنا اخذناها هذا الحكي قبل هيك. واضح يا شباب؟ واضح. طيب اذا كملت، طبعا مثلا اخذت 0 to 1 0 to 1، اما بتكون 6 او بتكون طقل من 0 الى 1. يا بعملها 6 ب 1 0 يا بعملها طقل ب 1 1. علشان هيك من 0 الى 1 من 0 الى 1 هذه بنحط هنا 1 دونت كير. اذا عملنا جميع الجي كي لجميع الاحتمالات راح يطلعوا مثل ما هم موجودين عندي في التيبل اللي هون. الخطوه اللي بعديها اني اعمل كي مابس واعمل الديزاين. فلما باجي بعمل الكي مابس طبعا راح تيجي تقول في عندك كيو وعندك اكس واي احتمالاتهم 0 0 0 1 1 1 1 0، وعندها احتمالاتها 0 1. بلاقي مثلا الصم يساوي 1 في حالات ال1 والتو والفور والسبن، وواضح انه عباره عن اكسكلوسيف اور. فهنا الصم راح يطلع معي اكسكلوسيف اور ما بين الكيو والاكس والواي. مزبوط يا شباب؟ مزبوط دكتور. اذا اخذنا الكي، إذا أخذنا عفواً للكي يس للكيو this is the sum yes this is the sum يعني إحنا فيش عندنا غير output واحد، فيش عندي غير output واحد هون، فيش عندي غير output واحد. إحنا بدنا طبعاً الجي والكي. هنا الجي هذا الجي وليس الاس، لا هذا الاس، الجي والكي الآن بدك تعملهم كل واحد ما بتلاحظ انه الجي بتساوي زيروز في الاولانيات في الصفر والواحد والاثنين، بتساوي 1 في 3 هذا الواحد، بتساوي دونت كير في الباقيات، دونت كير في الباقيات. طبعا احسن تجميع ان نجمع الون هذا مع هذا. طبعا هنا عندي الاكس وهنا عندي الواي وهنا عندي الكيو، بيطلع معاي الجي شو يساوي؟ اكس واي زد كيو. هيا زد يا ابن الحلال، في عندي زد انا؟ اكس واي فقط. من وين جبت الزد يا ابن الحلال؟ عفوا دكتور خربطت. طيب نشوف الكي. الكي طبعا عندي فيها دونت كير اول 4، عندي 1 في 5 وعندي زيروز المتبقيات. شو بيطلع بالنسبه لنا الكي؟ هاي اكس وهاي واي وهاي كيو. شو بيطلع الكي يساوي؟ صعبة؟ why not x not x prime y prime. إذن هذا هو الشكل. طبعا ممكن أكتبها هاي على شكل x or y
الكل برايم. في حدا مش داخل بعده؟ طيب إذن هكذا بنكون كتبنا أو أوجدنا الفونكشنز للجي والكي وأوجدنا كمان للإس. خلينا نشوف الدائرة على وضعها الطبيعي. هاي الدائرة تبعتي، أوكي. هاي الجي عبارة عن إكس واي، وهاي الكي عبارة عن إكس أور واي الكل برايم. اللي كتبناها قبل شوي إكس برايم أور إكس برايم واي برايم، كتبها على شكل إكس أور واي الكل برايم. طبعا ليش عملها هيك؟ هو ما حدا عنده فكرة؟ ليش ما خلاهاش على الشكل الأصلي؟ الشكل الأصلي كنت راح تحتاج تو انفرترز، وأند جيت. يعني كم جيت راح تحتاج؟ هلو، ثلاثة. وبالشكل الثاني X or Y كل برايم جيت واحدة، مزبوط؟ صح ولا مش صح؟ مزبوط. إذا هنا كان الهدف تقليص عدد الجيس، تقليص عدد الجيس بقلل الويرنج والتلحيم ولا فرق. إذا لاحظ هاي الإكس وهاي الواي بيكونوا جايات من ريجستر الجي والكي، بنطين الفانكشن تبعهم اللي هو الإكس والواي، والإكس برايم واي برايم أو إكس أو واي برايم. وهنا طبعا الشيفت كنترول والكلوك بيكونوا معمولين على أند جيت، علشان أنا أضمن انه الكلوك ما يطلعش منها غير 4 كلوك سايكلز. الدائره تبعتي ما تشتغلش غير 4 كلوك سايكلز، فهذا الشيفت كنترول بيكون 1 لمده 4 كلوك سايكلز. طبعا هذا بده تصميم، يعني عشان يعني هذا الشيفت كنترول في دائره خلفه هون عشان تولده، ممكن يعني عباره عن سيكويشن سيركت فيها كاونتر مثل ما راح نشوف عداد، علشان اسمح فقط لأربعة كلوك سايكلز اللي يدخلوا على الدائره تبعتي. وهذا طبعا الصم اللي هو الاكسكلوسيف اور تبعهم كلياتهم، الاكس اكسكلوسيف اور واي اكسكلوسيف اور كيو. اوكي يا شباب، هذه الدائره برضو عباره عن سيريال ادر، اوكي، بس صممناها بطريقه مختلفه. صممناها بناء على العلم اللي تعلمناه في شابتر 5 على اساس انها سيكوينشال سيركت ديزاين. اوكي، واضح. الدائرة اللي قبلها بنسميها احنا اد هوك ديزاين، يعني انت بتفكر في كيف انا بجمع رقمين سيريال وبعدين تضع التصميم بدون ما ترجع الى الخطط المنهجية اللي تعلمناها في شابتر 5. طيب لا، نيجي لآخر ريجستر في هذه المحاضرة اللي يعني في موضوع ريجسترز. ريجستر راح نسميه إحنا يونيفيرسال شيفت ريجستر. كلمة يونيفيرسال تعني إنه عنده أكثر من مهمة يستطيع أن يقوم فيها، أكثر من طريقة عمل. إحنا في المحاضرة الحرة شرحنا سيريال ريجستر، إما بيعمل شيفت رايت أو بيعمل شيفت ليفت أو بيعمل باراليل لود، لكن انه يعمل كل هاي الشغلات مره واحده هذا ما شفناهوش، راح نشوفه الان في المحاضره هذه. اذا اليونيفرسال شيفت ريجستر راح يكون عنده 4 قدرات. قدره انه يعمل nothing، يعني يحافظ على المحتوى القديم بدون تغيير. قدره انه يعمل شيفت تو ذا رايت، قدره انه يعمل شيفت تو ذا ليفت، وقدره انه يعمل بارالل لود. إذا خلينا نشوف الفكره من هذا الريجستر، كيف نصمم ريجستر مثل هذا الريجستر. خليكم معي انت هون، وافترض انا في عندي مجموعه من الريجسترز، وبعدين في عندي ريجسترز على اليسار من هون وريجسترز على اليمين من هون، فهذا عباره عن ان بت ريجستر، ان بت ريجستر. وخلينا نقول اننا نستخدم دي تايب فليب فلوب، في نستخدم دي تايب
فليب فلوبس. وخلينا نقول انه هذول الاوتبوتس طالعين لبرا كبارل الاوتبوتس. طبعا في عندي اوتبوتس من بيتس اعلى وبيتس اقل، وفي عندي هذا الدي انبوت اللي بدي احاول اشوف كيف بدي اربطه. طبعا في عندي كلوك، مفروض تكون الكلوك عندي مشتركه للجميع. فالريجستر يا إخوان لابد إنهم جميع الفلوبس يعملوا نفس العمل في أي لحظة من اللحظات. لما بتجي بلس وبيعمل شيفت درايت، كل البيتس كل الفلوبس بيكونوا يعملوا شيفت درايت. طيب خلينا نشوف كيف نصمم دائرة مثل هذه. لو نطلعنا على الفلوب اللي هون وقلت لك بدي يعمل دو ناثينج، شو معنى دو ناثينج؟ يعني تخزن نفس المحتوى القديم. انت اذا جبت دي فليب فلوب وربطت الكيو على الدي، الان شو معطيت بلسز هون، شو راح تخزن؟ يعني لو كان عليها صفر شو راح تظل تخزن؟ صفر، نفس الشيء، نفس المحتوى القديم اللي هو صفر. اذا هل بيتغير المحتوى تبعها؟ لا دكتور، إذا كان صفر راح يضل صفر، وإذا كان واحد راح يضل واحد. إذا to do nothing، to do nothing لازم يكون في عندي مجال للداتا اللي طالعة من الكيو، نحطها بالأخضر، اللي طالعة من الكيو somehow أقدر أدخلها على الدي. يعني بديش أقول إنه الدي دائما هيك، لأنه إذا دائما هيك راح أكون دائما يعمل no change، لكن هذا أحد الخيارات، أن يكون للكيو قدرة إنها ترجع على الدي. واضح؟ واضح. إذا قدرت أدخل، إذا رجعت الكيو على الدي الفليب فلوب تعمل nothing. كلياتهم إذا رجعت الكيو تبعهم على الدي في نفس اللحظة وقلت لهم اشتغلوا، كل واحد راح يخزن المحتوى القديم، وهيك راح أعمل nothing، يعني راح أحافظ على المحتوى القديم. طيب هاي أول احتمال. الاحتمال الثاني قدرته إنه يعمل shift to the right. شو معنى shift to the right؟ معناها كالآتي: هذا الريجستر اللي هون لازم تجي الداتا من اللي بجنبه من هون، وهذا لازم يعطي الداتا للي بجنبه، وبالتالي إذا في عندي هون واحد وعندي هون صفر، هذا الصفر سينتقل إلى هنا وهذا الواحد سينتقل إلى هنا. مظبوط؟ مظبوط. إذن عشان أعمل shift to the right، الدي لازم الانبوت تبعها يكون جاي من الكيو اللي على يسارها، صح ولا لا؟ مزبوط يا شباب؟ مزبوط. طيب الآن لو بدي أعمل shift to the left، كيف لازم أربط الديز؟ مدام shift to the left معناها الكيو هاي اللي هون هي اللي راح تخش لهون، عشان ايش؟ عشان تنتقل على الكيو اللي هون، عشان تجي لهون، والكيو اللي هون هي اللي تدخل على الدي لهون، علشان الكيو اللي هون تنتقل الى هنا. مزبوط ولا لا؟ مزبوط. اذا في حاله الشيفت ليفت لازم اربط الكيو من كل فليب فلوب للدي انبوت للي على يسارها، صح ولا لا؟ اوكي، وضحت ليش؟ واضحه. طيب الآن إذا بدي أعمل parallel load لازم أجديد أجيب الداتا من برا، يعني كل واحد أجيب لها داتا من برا، هذا وهاي أجيب لها داتا من برا، وهاي أجيب لها داتا من برا، سحايتها الداتا اللي بحطها هون تتخزن لي على الكيوز اللي هون. واضح؟ أوكي؟ أوكي أوكي. وضحت يا شباب؟ نعم. إذن الآن اللي شفناه إنه الفليب فلوب، أي فليب فلوب في أي مرحلة، نحطه باللون الأحمر، صار بالنسبة إلها الدي إنبوت تبعها، الدي إنبوت تبعها أكم من سورس ممكن يجي عليه؟ ممكن يجي عليه داتا من الكيو تبعته، فالحالة هاي بيعمل نو تشينج،
ممكن يجي داتا من الكيو اللي على يساره. في الحالة ها نعمل شيفت رايت، يمكن يجي داتا من الكيو اللي على يمينه. في الحالة هاي بنعمل شيفت دريفت، وممكن يجي داتا من برا. سو أنا في عندي أربع مصادر للداتا ممكن تخش عندي، وبدي أنقي بيناتها. شو الدائرة اللي بتسمح لي أنقي بين الشغلات؟ سميها داتا سيلكتر. شو هي؟ شو في عندي ديفايس أخذناه بشفت الأربعة بتسمح لي إني أنقي ما بين أكثر من إنبوت؟ الملتيبلكسر. ممتاز. إذا الملتيبلكسر، إذا حطيت ملتيبلكسر هسه هون على الانبوت اللي هون، أخذته بالآوتبوت تبع ملتيبلكسر، وهذا في له سيلكشن لاينز S1 و S0. إذا حطيت عليهم 00 بدي أعمل nothing. فالآن الـ I0 اللي هون من وين بربطه؟ لوين بربطه الـ I0؟ بربطه على الـ Q تبعت هذا. علشان إذا أنا حطيت 00 بكون عملت selection للـ I0، فهون بطلع عندي الـ Q أسميها N، وهي دي N، يعني هاي الـ Nth stage، المرحلة الـ N في الـ register. فعندي في الحالة هاي QN راح تكون داخلي هون، وراح أكون منقيها إذا حطيت 00، وبالتالي كأني ربطت QN هاي على D. مزبوط يا شباب؟ مزبوط. وفي الحالة هاي بكون عملت nothing، عملت no change، لأنه مع كل clock cycle الفليب فلوب بتخزن المحتوى القديم إلها مع كل clock cycle، لأن الQ راجعة على D، لأنه محاطط 0-0 على selection lines ومنقل الـ Q تبعتها. الآن إذا بدي أعمل shift to the right شو بساوي؟ إذا بدي أعمل shift to the right بجيب الـ Q هذه تبعت اللي على يسارة بحطها على الـ input 1، عساس لما بحط 0-1 بنقي هذا الـ Q اللي على اليسار، فبطلع عندي الـ Q تنقول of n plus 1، هاي سميها Q of n plus 1، يعني المرحلة اللاحقة إلها. فراح يكون عندك هنا Q of N plus 1، يعني الـ Q تبعت اللي على اليسار. واضح يا شباب؟ هلو؟ لا دكتور. هلو؟ لا مش واضحة؟ لا، لما بحط على selection line 0-1 ومين بنقي؟ مش بنقي الـ input 1؟ صح دكتور. من وين جابه؟ من الـ Q اللي على اليسار صح؟ أها. إذا هاي الكيو اللي على اليسار وين راح تظهر؟ راح تظهر هون، مزبوط، على الآت تبع الملتيبلكسر، وراح تكون موجودة هون على الدي. فبالتالي لما بعطي بلس هذا الدي جاي عليه الكيو اللي هون، وبالتالي الداتا اللي هون راح تنتقل لهون، مزبوط ولا لا؟ مزبوط دكتور. وضحت؟ يسلم. طيب الآن إذا بحط 1-0 بنقي أنا مين؟ إذا بحط 1-0 بنقي الانبوت 2، ولا في حالة الـ 1-0 شو بدي أعمل؟ shift to the left. إذا الداتا اللي بدها تيجي على الدين هو بتيجي من الـ Q هاي اللي على من هون بدها تيجي عشان تخش، فبدل ما أدخلها مباشرة، طبعا قلت أدخلها مباشرة، بدخلها على الملتيبلكسر، باجي بقول له يا ملتيبلكسر أنت خذ الداتا هاي ودخلها على انبوت 2، بحيث لما بحط 1-0 أنا في الواقع بكون كأني جايب هاي ومدخلها لهون. وضحت؟ وضحت. وإذا بدي parallel data بحطها على input 3، لأنه لو بحط 1-1 لو بحط 1-1 أنا بنقي الانبوت رقم 3، فهذا بكون الانبوت الخارجي. أوكي؟ وضحت الأمور يا شباب؟ نعم دكتور. إذا كان في عندي 4 بت ريجستر، كم ملتيبلكسر بلزمني؟ بلزمني 4، لكل فليب فلوب بلزمني ملتيبلكسر عساس ينقي لها الداتا اللي داخله عليها.
خلينا نشوف الدائرة الآن بشكل أوضح، يصير الأمور أوضح. هذه الدائرة مثل ما أنتم ملاحظين، هذا الدي بتجي الداتا من الاوتبوت تبع الواي تبع المالتبلكسر. هنا في عندي 4 انبوتس، لما بحط على سلكشن لاين 00، طبعا هاي الخطوط مشتركه يا اخوان، كل واحد من هذول المالتبلكسر بنقي الانبوت 0 اللي داخل عليه. نيجي على هاي، بتلاقي الانبوت 0 راجع من نفس الكيو، اذا راح يعمل نو تشينج، وهذا ايضا الانبوت 0 راجع من نفس الكيو، وهذا الانبوت 0 راجع من نفس الكيو، وهاي الانبوت 0 راجع من نفس الكيو. اذا لما باجي بعطي بلس كلهم راح يعملوا نو تشينج. مزبوط. هلو يا دكتور. مزبوط. طيب حط على السلكشن لاينز 01، كل واحد منهم راح ينقي الانبوت 1، لأن لاحظ هذا الانبوت 1 من وين جاي؟ جاي من الكيو اللي على يساره. اذا كاني انا بقول له هاي الكيو بدها تخش على الدي اللي هون، لان هي فعلا داخله هون على المالتبلكسر، والمالتبلكسر منقيها لانه عليه 01، وبالتالي الكيو اللي على اليسار هون طالعه على الدي. اذا كانها الداتا ستنتقل الى اليمين، كل واحد منهم راح ياخذ داتا من اللي على يساره. واضح؟ واضح. طبعا هذه الفليب فلوب هل في على يسارها شيء؟ ما فيش، لذلك راح تحتاج داتا من العالم الخارجي. اذا انا لما اكون في عندي ريجستر وبدي اعمل له سيريال شيفتنج، افرض عليه 1011 وبده يعمل سيريال شيفتنج، هذا الواحد بده يجي لهون، وهذا الزيرو بده يجي لهون، وهذا الوان بده يجي لهون، بس شو راح يجي لهون؟ بتقول له بنجيب لك داتا من برا، يسموه سيريال انبوت. هنا سيريال انبوت فور شيفت رايت. وضحت؟ وضحت. طبعا في حاله الشيفت ليفت الامور بتنعكس، بصير الانبوت الثاني هو المختار، لانه بكون عندي هنا 1 0، والانبوت الثاني بتلاقيه جاي من الكيو اللي على اليمين، وبالتالي الداتا بصير تنتقل من اليمين الى اليسار. طبعا اول واحد فيش على يمين وحاجه، لذلك الاثنين تبعه جاي من شيفت رايت سيريال انبوت خارجي. اوكي اوكي. وفي حاله لما بحط 1 1، انا بنقي الانبوت الثالث، الانبوت الثالث جاي من داتا خارجيه لكل واحد منهم، فراح تعمل بارلل لودنج، الداتا اللي هون راح تتخزن هون، هذا اسمه بارلل لودنج. اوكي يا شباب. واضح. اذا هذا الريجستر كما راينا عنده 4 قدرات، عنده القدره ان يحافظ على محتواه القديم، او ان يقوم بعمل شيفت تو ذا رايت، او ان يقوم بعمل شيفت تو ذا ليفت، او ان يقوم بتخزين داتا من العالم الخارجي ان بارلل. طبعا مثل ما انتم ملاحظين في عندي اسينكرونس كلير لهذا الريجستر، في اي لحظه من اللحظات حبيت تصفره حط عليه 0، اذا حطيت 0 يا اخوان وثبتت 0 راح تلاقي الاوتبوت كلهم 0، وهذول بطلوا ياثروا، لا كلوك ولا سير الانبوت ولا شيء، خلاص بصفر ووقف عن العمل، لانه الاسينكرونس انبوت عاده اقوى من اي شيء اخر. اوكي اوكي. طيب لو سألتك كم طريقة أنا ممكن أخزن فيه أصفار؟ كم طريقة ممكن أخزن بهذا الريجستر أصفار؟ صفر 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 يعني، كم طريقة؟ أول طريقة حكيناها قبل شوي، أول طريقة حكيناها قبل شوي اللي هي عن طريق الأسينكرونس كلير، أجي أحط زيرو هون، هاي طريقة. إذن عندي asynchronous clear. يؤدي إلى تصفير المحتوى تبع الريجستر. هاي الطريقة الأولى. شو الطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية دخل صفر صفر، إن الكلير هذا ما يكون الشغال، وآجي أحط داتا هون على البارل إنبوت، وشو أحط على الـ S1 والـ S0؟
زيرو زيرو لا وان وان عشان وان وان عشان اعمل بارلل لود عشان اخزن الداتا اللي هون تيجي لهون لان لو احط وان وان انا بنقي الزيروز فالزيروز بصير ظاهري على الانبوتس. طيب بكفي هذا الحكي ولا لازم اعطي بلس؟ لازم اعطي بلس لانه الدي هذا ما بتنقلش الى الكيو الا مع الكلوك. اذا هذا اسمه سينكرونس لودينج، سينكرونس لود. اذا باي لودينج ذا داتا سينكرونسلي راح احتاج اجهز الداتا اللي هي على البارل انبوت زيروز واعطي كلوك سايكل، وطبعا لازم الكلير ما يكونش اكتف، لازم يكون عليه لوجيك 1. واضح؟ واضح. كم طريقه صرنا عاملين؟ طريقتين. في طرق اخرى؟ في، لو حطيت 0 1 وحطيت على السيريال انبوت هذا صفر واعطيت 4 كلوك سايكلز، شو اللي راح يصير؟ انا حاطط على السيريال انبوت 0 معناها ومختار 0 1 يعني راح اختار عمليه الشيفت ذا رايت. فلو كان هنا عندي واتيفر داتا على الريجستر هذا اسميهم اكسات، كان في عندك داتا مع اول كلوك سايكل بتدخل عندك، مع اول كلوك سايكل هذا الزيرو سوف ينتقل الى الكيو اللي هون، بيصير موجود عندي هون، واللي كان هون راح يروح لهون، واللي كان هون راح يروح لهون، واللي كان هون راح يكون لهون. لكن اذا بعطي كمان كلوك سايكل راح ادخل كمان صفر، فراح يدخل عندي صفر ثاني، وهذا الصفر ينتقل لهنا بصير عندي صفرين. الكلوك بالس الثالثه برد ينتقل هذا لهون وبصير عندي هون ثلاث اصفار. بالكلوك الرابعة بكون عندي دخل 4 أصفار إلى الريجستر. إذا عن طريق الشيفت رايت سيريال إنبوت بقدر أدخل أصفار بأربع كلوك سايكلز وأجبر الريجستر أن يصفر ويكون محتوى زيروز. واضح؟ واضح. كم طريقة صرنا عاملين عشان نصفره؟ ثلاث، في كمان طريقة. ثلاثة، والطريقة الرابعة شو هي؟ الشيفت ليفت. شيفت ليفت مع إدخال إيش؟ واحد. مع إدخال صفر. زيرو من هون، وهذا بنختاره 1 زيرو. وبنعطي أربعة كلوك سايكلز. وضحت الفكرة؟ وضحت. طيب نشوف شو السلايد اللي بعدها. راح نيجي على العدادات. قبل ما نروح على العدادات بدي أعملكم سيميوليشن لهذا الريجستر، لكن راح أختار الريجستر جاهز ترى موجود بالسوق هذا 74194. إذا نزلت على السوق واشتريت 74 LS يعني لو باور شوك ترانزستور تكنولوجي 9094، في الواقع ده زي يونيفرسال شيفت ريجستر. بدي اوقف هذا واشغل لكم السيركت ميكر كسيميليشن. خلينا اشغل السيركت ميكر. بسم الله الرحمن الرحيم. سيركت ميكر عبارة عن سيميوليتر يحاكي الدوائر الرقمية. علشان نشتغل عليه في الواقع لازم ننقي السيميوليشن هون ديجيتال مود. اوكي، الان نختار من الديجيتال باي نمبر لان انا حافظ الرقم، بختار ال 74 ال اس 194. مية وتسعين أربعة وتسعين نعملها placement هون. أوكي الآن أعتقد أنه الدي زيرو هي الموست significant في هذا الريجستر، والدي ثري هي اللي significant. هاي الماستر ريسيت وهذولا السيريال انبوت، خلينا نكبرها شوية. أوكي إذا هذول الديز ار ذا بارلل انبوتس وهذول الكيوز البارلل اوتبوتس. كيو 0 اعتقد هي ذا موست سيجنيفيكانت، والدي 0 هي ذا موست سيجنيفيكانت انبوت، والكيو 0 هي الموست سيجنيفيكانت اوتبوت. اس 1 واس 0 هم السلكشن لاينز، سي بي هي الكلوك بالس، والدي اس ار اللي هو
الشيفت رايت سيريال انبوت والداتا سيريال ليفت انبوت. اوكي، والماستر ريست اللي هو الماستر كلير. هاي الام ار هو الكلير اللي شفناه قبل شوي. خلينا الان نحط نعمل سيميليشن عن طريق ندخل سويتشات، نختار من الانبوت سويتشز، نختار ديجيتال ونختار لوجيك سويتش، وهذا بنحطه للكلوك. اوكي طبعا بامكانك تعمله دوبليكيت وتحطهم على اللي هون، هذا S1، لا هذا السيريال انبوت للشيفت رايت، وهذا السيريال انبوت للشيفت ليفت، وهذا الكلير او الماستر ريسيت، S1 و S0 ممكن نحط لهم كمان سويتشات. هاي الـ S1 خلينا نعمل دبليكيت، وهاي الـ S0. طبعا عشان نخفف شوي من ال راح نقول له ديفايس ديسبلاي داتا، ديفايس ديسبلاي داتا نعمل له هايد اول. اوكي نعمل له فيو ريفرش علشان تكون الدائره شويه اخف بالشكل. الان الاتموس بنستخدم ديسبلايز، لوجيك ديسبلايز، ديجيتال ديسبلاي، نستخدم لوجيك ديسبلاي، بي بليس ذم على الاوتبوت، نعملها دوبليكيت. بالنسبه للانبوت حتى اختصر واخفف عدد السويتشات راح استخدم هيكس كي. هسه بنوريك وش هو الهيكس كي للسويتشز. استخدم الهكس كي على اساس اختصر عدد الاسلاك، وهذا بربطه كالاتي. احنا قلنا الدي زيرو هي الموست سيجنيفيكانت، فراح نربطه معكوس عن ال الاوتبوتس هذولا طبعا بالزائد. بامكانك الان تربط الاوتبوتس، الان نعمل السيميليشن بالضغط على هذه النقطه. لاحظ الان S1 و S0 محطوطان على الاصفار. طبعا بالنظر هنا انا حاطط الكلوك بلس هاي، بامكاني اصير اعطي بلسز. بنلاحظ فيش تغيير لان انا عامل نو تشينج، الاس 1 والاس 0 محطوط عليهم اصفار. هنا بوث الدي اس ار والدي اس ال السيريال انبوت عليهم لوجيك 1، والماستر على الريست عليه لوجيك 1. لا لو اجينا حطينا على الدي اس ار على الـ على الاس 1 والاس 0 اجينا حطينا 0 1 راح نعمل شيفت رايت، وخلينا نحط السيريال انبوت هذا لوجيك 1، وبالتالي ننطي بالسز راح اشوف بيصير يدخل عندك واحد. واضح؟ واضح؟ واضح. الان لو جيت على الريست وحطيته على الزيرو لاحظ شو بيصير؟ فورا بصفر. لو حاولت تنطي بالسز، لو حاولت تغير اللي هون ما لهمش تاثير. الماستر ريست اقوى. اذا الماستر ريست هذا في حاله ما بدي اصفر اي شيء يكون اصلي، بدي افهم هاي النقطه انه اقوى من كل شيء وبيمنع عمل الباقي. طيب الآن إذا بدي أعمل parallel load بدي أحط هذول both logic 1. خلينا نعمل shift left. بالshift left
خلينا نحط الدي اس ال عليه لوجيك 1 مثل ما احنا حاطين هنا. طبعا الدي اس ار ما لهش اهميه في الحاله هاي. الان اذا بعطي بلسز بصير يجيني واحد من اليسار، واضح؟ نعم دكتور واضح. طبعا اذا بدي اخزن داتا من العالم الخارجي بحطهم بوث لوجيك 1 وبحط الداتا اللي بدي اياها. مثلا لو حطيت هنا اي الاي 1010 1010 1010، شوف البلس الان لما بتجيني شو خزننا 1010، واضح؟ نعم دكتور. اذا هذا الريجستر يستطيع ان يقوم بعمليات شيفت رايت او شيفت ليفت او يعمل بارالل لودينج او ان يحافظ على المحتوى القديم تبعه، وممكن في اي لحظه من اللحظات تعمل له اسينكرونس ريسيت عشان تصفره في اي لحظه من اللحظات. واضح يا شباب؟ واضح دكتور واضح. الان ممكن اعمل دائره اني مثلا استخدم تو ريجسترز من هذا النوع اساس اعمل 8 بت يونيفرسال شيفت ريجستر. لو بدي اعمل 8 بت يونيفرسال شيفت ريجستر، خلينا نشوف اذا بالقلم بكتب معي. اذا بدي اجي اعمل يونيفرسال شيفت ريجستر من 8 بت، بدي اجيب اول شيء اول 4 واجيب الثاني 4. الان كيف بربطهم؟ بربطهم كالاتي، بقول الاوتبوت اللي طالع من هون هو بصير السير الانبوت للشيفت رايت، فالدي اس ار تبع هذا بكون جاي من كيو 3 تبع هذا. اوكي وضحت؟ هلو. نعم دكتور. لاني انا لما بدي اعمل شيفت رايت الكيو اللي على اليسار من هون بتخش لهون، فبربطها على السيريال انبوت تبع اللي على اليمين. ولما بدي اعمل شيفت ليفت بربط هذا اللي هون اللي هي كيو 0. طبعا كيو 0 هي الموست سيجنيفيكانت بت يا اخوان، في هذا الريجستر بالذات التسميه شوي معكوسه. كيو 0 هي الموست سيجنيفيكانت على اليسار وكيو 3 هي اللي سيجنيفيكانت على اليمين، فهذه بربطها على الدي اس ال، على الدي اس ال، على هو الداتا فور شيفت ليفت. الباقي ما تبقى عادي، السيريال انبوت اللي هون بصير هو الدي اس ار لكل ريجستر، طبعا هذا كله بصير زي ريجستر واحد. السيريال انبوت الخارجي اللي على اليمين بروح على الدي اس ال تبعها، اذا هذا بصير الدي اس ال الرئيسي وهذا الدي اس ال رايت الرئيسي، وهذول الثمانية انبوتس 4 اللو سيجنيفيكانت و4 الهاي سيجنيفيكانت، وهنا 4 اللو سيجنيفيكانت وهنا 4 الهاي سيجنيفيكانت، وهيك بكون عملت انا 8 بت يونيفرسال شيفت ريجستر. واضح؟ واضح. طبعا السلكشن لازم يكونوا مشتركين، اس 1 تنربط مع اس 1 هون وبصير هو اس 1 لكل الدائره، واس 0 بتنربط مع S0 هون وبتنربط مع S0 اللي هون. أوكي؟ والماستر ريست تنربط مع بعضها، وهيك بكون عملت ريجستر من 8 بت يونيفرسال. أوكي يا شباب؟ أوكي. الآن بدنا نعمل دائرة الحصة القادمة بعملكم إياها، اللي يظهر عندي لمبة ضاوية والبقية طافيين، وهاي اللمبة تقعد تتحرك من اليمين إلى اليسار، بس تصل لعند الطرف اللي هون تبلش تعكس اتجاهها تمشي هيك، فراح أشوفها رايحة جاية. عشان أعمل هاي العملية بدي أصمم دائرة تقوم بعمل كنترول لهذا الريجستر بحيث أشوف الإضاءة هاي متحركة يسار يمين. فكروا فيها في البيت، ويعني إذا في حدا بيجهزها الحصة القادمة بنعطيه مشاركة وبنخليه يعرض للطلاب كيف حل المسألة. محلولة طبعا المسألة حلها كثير للطلاب اللي قبليكم، يعني أنا بغششكم قاعد، روحوا وشوفوا الطلاب السابقين وراح تلاقوا الحل موجود. الله يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور. ما راح أدخل على الكاونترز،
أنا أنزلت العلامات على الموقع، بإمكانكم تراجعوا علاماتكم. كان في أحد بعض النماذج فيها سؤال يحتوي على إجابة متكررة، رجعت لكل الطلاب وشفت إجاباتهم، وأي طالب كان مجاوب الإجابة المكررة وكانت الإجابة المكررة هي الصحيحة عدلت له علامته. طبعا ما حصلش الأمر إلا لطالب واحد. يا روان. دكتور بس بدي أحكي يعطيك العافية، ما في إشي. تفضلي. بس بدي أحكي لك يعطيك العافية، ما في إشي. الله يعافيك. فأي طالب كان عنده إجابة مكررة في المسألة تبعت البي سي دي آدر والمطبلاير، للأسف يعني برمجتها أدت إلى أنه تظهر عندي في بعض النماذج إجابة مكررة، وفي الواقع هو في أكثر من نموذج طلعت إجابة مكررة، لكن في أحد النماذج كانت الإجابة المكررة هي الإجابة الصحيحة، فاضطريت أروح لكل طالب وأشوف السؤال هذا وأشوف هل عنده إجابة مكررة أو لا، وإذا كانت الإجابة المكررة هي الصحيحة وإذا كان اختارها الطالب وطلعت له غلط كنت أضيف له علامته. طبعا ما كانش عندي غير طالب واحد استحقت أني أعدلها علامته. هذا بيحدث أحيانا في المودل، ويمكن سبق وشرحت ليش، لكن ممكن أكرر الآن وأقول لكم ليش بيصير الحكي هذا. خليكم معاي شوية بس دقيقتين أوريكم ليش بالمودل ممكن يصير هاي العملية. تخيل أنت بتفحص طلاب ثالث ابتدائي في عملية الضرب، وأنا ممكن أبرمج أقول له في عندي رقم X وبدي أضربه في Y، وشو لازم النتيجة؟ فأنا بطلب من النظام يولد لي مثلا أرقام بين 2 و9 مثلا، أو للعشرة مثلا إذا بدي جدول الضرب للعشرة، وأقول له الواي برضو أعمل لي إياها من 2 للعشرة. الآن الخيارات اللي بحطها بعملها فورمولاز نماذج، بقول له الخيار الصحيح مثلا لازم يأخذ العلامة إني أخذ الراندوم فاليو اللي بولد لي هالجهاز للإكس وأضربها في الواي، هذا هو الجواب الصحيح. الآن ممكن أجي أحط إجابات أخرى مضللة للطالب، أقول له X plus Y X minus Y، هاي فورمولاز X تقسيم Y. السيستم لما بيولد لي أرقام بجوز يولد لي مثلاً 3 و5. الآن لما تيجي تشوف الإجابات اللي راح تطلع معاك، راح يطلع معاك 15 8 ناقص 2 6 بالعشرة. انت كطالب عارف انه هذا انا سألك عن الضرب، شو لازم تجاوب؟ تجاوب 15، راح تاخذ اجابتها كامله. الان لو السيستم ولد لي، انا طبعا بقول له ولد لي ارقام، لو السيستم اجى ولد لي هون 2 وولد لي هون 2، شو اللي راح يصير معاي يا شباب؟ معاك دكتور. طيب شو راح يعطيني بالنسبه للأولى 4 اللي مبرمج على أساس إنها الصح؟ هذه راح يعطيني 2 في 2 إيش؟ 4. والإجابة الثانية اللي مبرمج على أساس غلط 4 كمان برضو راح يعطيني 4. فاللي تجاوب 4 على هاي السيستم راح يعطيه غلط وراح يأخذ 0 عليها، وهذا ظلم طبعا ما بصيرش. فهذا بيحدث في المودل، يعني أنا أحيانا بضع فورمولاز تؤدي الخيارات اللي بيختار لي إياها هو تؤدي إلى أنه يطلع عندي إجابة مكررة، وأحياناً بتكون الإجابة المكررة هي الإجابة الصحيحة، فهذا يحدث غصباً عنا أحياناً إحنا كممتحنين. فأرجو أنكم تراعوا هذه النقطة وتفهموها أنه مش بإيدينا أحياناً أنه يطلع عندي في النظام إجابة مكررة، لكن الغلط مردود وإحنا بنرجع وبنصلحها وبنعمل أوفر رايد للعلامة وبنظبطها. أوكي يا شباب؟ أوكي. وهذه الفكرة ليش ممكن يطلع عندي إجابات مكررة؟ وضحت دكتور، وضحت. الله يعطيكم العافية، السلام عليكم. الله يعافيك، السلام عليكم.